الليمون تطهير عشان حمض الليمون عم يكتر البكتيريا اللي هي بتبقى بايته مثلا في الدبوس. عشان كده انا هي ما اعملش ممكن تطهر بحاجه ثاني ولا هو لازم الليمون؟ اطهر حاجه ليه الليمون بالنسبه لل اطهر حاجه الليمون للدبوس لكن اي معدن ولا اي حاجه ثانيه بعد عملية التطهير هيحصل ايه بعد كده؟ بس باخدهم وعم اتوضا بكون على وضوء وعم اقرا عليهم القسم. القسم بتاع سيد احمد الرفاعي. ده و تكون على وضوء تقرا على دبابيس القسم. اجي اصلي ركعتين الاول واقرا عليهم القسم وبتبقى ايات معينه في القران برضه. اشرح لي احيانا في بعض الاشخاص بنلاحظ ان بعد ما بيغوص الدبوس بيتساقط بعض قطرات الدم وفي اشخاص ثانيه لا ده بيبقى معناه ايه او ايه اللي بينزل الدم ده اول مره اصلا هو حكايه الدم ده مش اشكال عندنا نحن كطريقه يعني تمام مش ازوى يعني ولا حاجه مفهوم ده بيكون يعني نظام كانه هو دل دم ممكن واحد يقول ده هو نزف الوالد اهو مش عارفين في ناس بعض الناس او بعض المحبين بتتخدى على حكايه الدم ده لكن هو بعد ما يخرج مني الدبوس ويطلع مني الدبوس بيكفر على طول انت اول مره تدخل الطريق الرفاعي امتى؟ النهارده اول يوم دخلت النهارده الطريق الرفاعي طب ليه كنت عايز تغوص الدبوس؟ طب ايه حسيت لما غزيت الدبوس؟ حسيت حاجة غريبة كده عندي حسيت بيه ايه حاجة غريبة يعني؟ زي ما اكون في مشاكل قدام وكده ما خفتش ولا 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 حسيت بألم الدم اللي كان نزل منك ولا حسيت زي ما يكون في مشاكل قدامك كنت مبسوط كنت مبسوط وفرحان هتعمل الحكاية دي تاني؟ ده أول يوم لك في الطريق الرفاعية هكمل في منطقة معينة في الجسم هي المسموح فيها غير يعني اللي هي منطقة الـ 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 الوجه بس يعني الوجه ولا ممكن في مناطق ثانية؟ لا في منطقة في الجفن بتاع العين من فوق وفي اللسان بس طبعا اللسان مثل اخضر حاجة فيهم هو مش حكاية خطورة بالنسبة للدراية والحكاوة بالنسبة للمشيخة مش خطورة بس بيبقى منظر المريض وهو ضارب الدبوس بيبقى منظر ما بيعجبنيش جميع الطرق ما فيش غير الطريقه الرفاعيه هي اللي هي السيد احمد الرفاعي هو اللي ضرب الدبوس وخد الدوسه بالسيف وكده ما فيش طرق اخرى بتشترك معاكم في موضوع الدبوس لا طب هل لو جاء مثلا احد مريدين من طرق اخرى وحب انه يضرب الدبوس هل يجوز له؟ ده محب ده محب سالك طريق مطمئن عارف ايه النظام عارف ايه نظام المشيخ لكن ما فيش ما يمنع لكن ما انا ما منحوش لانه هو اصلا جاي بقلب مطمئن كده يعني وانا عارف انه هو سالك طريق حتى لو كان اي طريقه اخرى السيارة اللي هو الموكب اللي هو الموكب اللي بيطلع بالسيارة في جميع البيوت في جميع البيوت بس في بعض البيوت ما بتضربش الدبوس والسيف اي البيوت اللي بتختص بالدبوس والسيف في الطريقة الرفاعية بعض من بيوت الإمام حسن البكر الرفاعي بعض من بيوت الإمام حسن البكر الإمام حسن البكر الرفاعي كل سالك عني شيخ عن شيخ عن شيخ فيه اللي ورد عليه الدبوس والسيف ممكن تكون دي برضك شغل من الشيخ اللي هو عمه تمام ده الشغل اللي بيعمله الشيخ دي على تمكين المريض قدامه على تمكن المريض التمكن بتاع المريض وبيكون صالح المريض
لا ما يضربش الدبوسي نفسه المريض ما يضربش لان اثناء انا ما ركب الدبوس هاجي اضرب الدبوس يكون في قرايه انا قاريها على الدبوس هل في طريقه معينه تضرب بها الدبوس يعني هل انت يعني هل في طريقه معينه في تكنيك معين فني بيدك او بتضرب ضربه الدبوس انا في كذا طريقه اضرب بها الدبوس آه. كل ما القى المريض متمكن قدامي بضرب له دبوس بطريقه اصعب برضه يعني كل ما القاه متمكن قدامي بضرب له الدبوس بطريقه يعني قويه عن طرق اخرى اولا يعني اثناء دخول الدبوس حلو يا جماعه مجلس بالك بيكون المتوكل بالحكايه دي صاحب الطريقه حاضر مهيئ في شكل الهيكل البشري والانسان اللي قدامه هو اللي بيضرب الدبوس اصلا صاحب السر هو سر السيد احمد رفاعي انت في اللحظه اللي يكون فيها الدبوس في في في, في فكك او في في في, في شفتيك بتبقى فين بتبقى بحس بايه ايه شايف ايه بشاهد روحانيا يعني هل ممكن تصرحنا بيها ولا صعب هو يعني من اسرار الطريق طيب مشاعرك ايه المشاعر في حاله كده تفكر في ملك الله وصنع الله الذي اتقن كل شيء وصنعه وحاله هيمان الصغراء بتستمر معاك الحاله بعديها كده بعديها ولا بتفضل بتزول بزلت الدبوس بتفضل لغايه فتره معينه واخد بالك بس اثناء ما بيدخل محادثات خارجيه من احد الافراد بتبتدي الحاله تنسحب بالسهود عشان الانسان يبقى يعني انت بتبقى عايز انت تستمر على الحاله دي مش عايز هي تقدر تسميها كده حاله يعني نادره الوجود صعبه الوصف انك انت بتبقى في غيحه الحب هايم بيه اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق وأسعدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير.